مش كل حاجة بتحصل لنا بتكون نتيجة اختياراتنا. القدر ليه حكم نافذ، وإيماننا بيه طبعاً مش محل نقاش. أحياناً الأيام بتكون قاسية علينا، وأوقات مش بنفهم تغيراتها، ومن الحكمة أننا نصبر ونتعب مهما شفنا ونرمي توكلنا على ربنا. والدنيا حلاوتها في متعبها، بس لو أخدنا بالأسباب هنعدي كل المتاعب ونغلبها. أنا دكتور عاصم من فريق مكافحة العدوى بهيئة الرعاية الصحية، ودي حلقة جديدة من وقاية. بما أن فيروس كورونا جائحة جديدة علينا كلنا، فوارد طبعا حدوث بعض الأخطاء دون قصد. عشان كده حابب أكلمكم النهاردة عن بعض الأخطاء اللي ممكن تكون لا قدر الله سبب لانتشار العدوى لبعض أعضاء فرقنا الطبية. وكلامي مبدئيا عن فريق طبي بيكشف على المرضى في الاستقبال وعنده كل الوقايات الشخصية: غطاء الرأس، ماسك عالي الكفاءة، جاون بكم، فيس شيلد أو نظارة واقية، والقفازات. أول حاجة هو عدم ارتداء الواقيات دي بشكل كامل، يعني لو لبست كل حاجتك ونسيت الفيس شيلد وللأسف استقبلت مريض كح أو عطس في وجهك، الرداد هيتناثر على وجهك وعينك أو شعرك أو لحيتك أو طرحتك أو خمارك أو أي جزء مش متغطي منك، وانت حاسس انك في أمان. والواقع انك لو لمست الجزء اللي تعرض للرداد وبعدين هرشت في عينك، يبقى للأسف نقلت العدوى لنفسك. تاني حاجة انه في حالة ارتداء نفس الجوانتي طول الشفت وعدم خلعه أو تغييره، ده ممكن يبقى سبب كافي لنقل العدوى من مريض لمريض ولينا احنا كمان، ده بالإضافة لتفحص الموبايل أو إخراج المفاتيح بنفس الجوانتي اللي في الغالب مليان بميكروبات سواء كورونا أو غيره، وممكن ننسى بدون قصد تطهير الموبايل أو المفاتيح ونرجع نمسكها تاني بعد رجوعنا لبيوتنا. وهنا لازم أنبهك أنك المفروض تحاول بقدر الإمكان ما تخليش في جيبك موبايل أو مفاتيح، وما تلبس ساعة أو دبلة أو خاتم كمان. تالت شيء إن الهرش في الوجه أو الرأس أو الأنف أو العين أثناء لبس القفازات سبب كافي جداً لنقل العدوى مباشرة لأي حد فينا، خصوصاً إن أحياناً لبسنا للجوانتي بيدينا إحساس بالأمان، ولكنه إحساس كاذب لأنه بيدينا حرية أكتر لملامسة أشياء أكتر، رغم إن المفروض بعد الانتهاء من فحص المريض مباشرة نخلع أي شيء تعرض للتلامس ونغسل إيدينا بالمية والصابون ونطهرها بالكحول. رابع حاجة لازم ناخد بالنا منها كلنا إنه مهم جدا تطهير سرير الكشف بالكلور والسماعة بالكحول بعد كل مريض مشكوك فيه، لأن المريض ممكن يكون عطس أو كح في إيده قبل ما يدخل على أي حد فينا عشان يكشف، وبعدين يروح الاستقبال ويلمس سرير الكشف بإيده، وبعدها أي حد من الفريق الطبي هيلمس سرير الكشف بعده سواء بإيده أو حتى بالجوانتي هيكون معرض للعدوى من حيث لا يدري ولا يحتسب. كلامي النهاردة خلص، لكن رسائلي ليك في العموم لسه ما خلصتش. هنكمل في الحلقة الجاية الأخطاء اللي ممكن نعملها من غير قصد وإزاي ممكن نتجنبها. وزي ما قلت لك في البداية، إحنا مش هنعارض أقدرنا، ولكن هناخد بالأسباب اللي إن شاء الله لبر الأمان توصلنا.